منذ يعني ساعتين خلصت مباراة الأهلي والنجم الساحلي، مباراة كانت صعبة جدا لم يتوقعها جماهير نادي الأهلي بهذا الشكل. فايلر لم ينجح في أول اختبار صعب في دوري أبطال أفريقيا، أول اختبار صعب مش أقوى اختبار، لأن في أندية كبيرة، في الترجي، في الوداد، في الرجاء، في مازيمبي، الزمالك، في لكن النجم الساحلي بغياب 5 لعيبة أساسيين والمستوى اللي احنا شفناه للنجم الساحلي والأهلي يخسر، أعتقد موضوع صعب جدا. الأهلي ما كانش في مستواه، لعيبته ما كانوش في مستواهم، رمضان صبحي كان بعيد تماما عن المباراة، ما كانش موجود. فين رمضان صبحي اللي تألق فيه البطولة الأفريقية؟ فين رمضان صبحي اللي هو وصل منتخبنا الأولمبي هو وزمايله لطوكيو 2020؟ غاب تماما، مش عارفين ليه. احنا اللعيب عندنا ما حد بيتكلم عليه تقريبا يومين ثلاثة خلاص بيبقى هو طلع كل حاجة عنده. ده الفرق بين محمد صلاح وما بين أي لعيب. طموح بيقف عند منطقة معينة. مش ده أداء رمضان صبح، مش ده أداء حسين الشحات، مش ده أداء أفشة، مش ده أداء أجاييه، مش ده أداء لعيب النادي الأهلي، مع طبعا خطأ ساذج وفادح من أيمن أشرف أدى إلى طرده من المباراة وتأزيم المباراة وخنق المباراة. فالنهاردة الأهلي كان بعيد تماما عن مستواه، فايلر كان بعيد تماما عن مستواه، وكما لو كان يعني أن الدوري المصري بالنسبة للنادي الأهلي الموضوع مختلف وليس مقياس لمستوى الحقيقي للنادي الأهلي. النادي الأهلي تارجت جماهيره بطولة أفريقيا، إنما بهذا المستوى صعب جدا، بهذا المستوى صعب جدا، الكل بعيد عن مستواه بدون أسباب، تخارج من الدوري بنشوة، بمكسب من الجونة، أهداف وأداء وكل حاجة، مفيش أي حجج. معاك أحسن حارس مرمى في مصر، معاك أحسن لعيبة موجودة في مصر. أداء النادي الأهلي النهاردة مخيب للأمال، مباراة صعبة جدا وتأزمت زي ما قلت لكم بعد طرد أيمن أشرف، وشفنا يمكن حتى بعد خروج علي معلول وإصابته اللي كان بعيد أيضا عن مستواه، الأهلي لعب 3-4-2. فيعني لم ينجح فايلر في النهاردة في الأداء وفي مستوى النادي الأهلي. وهقول لكم فايلر قال إيه في المؤتمر الصحفي، وقال إنه طبعا حزين بخسارة الفريق النهاردة، وإن حالة الطرد أثرت بشكل سلبي على مجريات المباراة وصعبت من مهمة الفريق الأحمر، وأضاف إن فريق الأهلي قدم مستوى وشوط جيد جدا، وإن توقيت الهدف اللي سجله النجم الساحلي كان صعب جدا. يعني إيه مش فاهم؟ إيه توقيت الهدف صعب؟ مش الأهلي بيلعب لحد الدقيقة 95 و94 و93. يا عم فايلر أنت ابتديت أنت الآخر تعمل زي ميتشو. وأكمل المدرب السويسري إن في المؤتمر الصحفي إن أداء الفريق في الناحية الهجومية في بداية اللقاء كان جيدة، دون فاعلية على المرمى. ما كانش في أي فاعلية على المرمى، ما فيش هجمة خطر شفناها، ما فيش فرصة خطر ضاعت. احنا بقالنا شهرين بنمجد بيك وبنقول انت وفايلر وفلفل والدنيا تمام، لكن النهارده اداء صعب جدا. ده الاهلي ملعب رادس ده بالنسبه له اكنه ملعب برج العرب. ما كانش فيه انتشار، ما كانش فيه اي حاجه، ما شفناش اي، ما فيش هجمه يا جماعه. ده النادي الاهلي حتى في اسوأ حالاته بيوصل للجون وبيضيع 5 6 7 فرص. لا مفيش الكلام ده، ما شفناهوش خالص. فالاهلي في حاله لوقفه كبيره جدا جدا الفتره الجايه، لان شكلنا كده يعني هنعيد حساباتنا وتقييمنا الفايلر. ايوه انا عارف انا بقول ايه، انا بقول لكم كده، لان الاداء النهارده التشكيله والاداء ما كانش مقنع لاي حد، حتى ما عجبنيش كابتن وائل جمعه في الاستوديو التحليلي. انت اهلاوي بتخاف على الاهلي لازم تنصح، يعني لازم تنصح، لان الاهلي لما بيكون وحش محتاج ان حد يقول له خلي بالكوا انتوا وحشين النهارده عشان يبقى في افاده بعد كده. انما انا اقول الحكم ايه الجديد في التحكيم؟ ايه الجديد في التحكيم في افريقيا؟ يعني ايه الجديد في النادي الاهلي في التحكيم؟ هو ده التحكيم طول عمره. لكن اقول الاهلي لعب في الشوط الاول، لعب ايه في الشوط الاولاني؟
مسك الكرة وقعد ينقلها. ده النادي الأهلي، النادي الأهلي لازم يوصل لجون مرة واثنين وثلاثة ويضيع مرة واثنين وثلاثة، ما شفناش حاجة دي زي دي خالص. أنا بتكلم كده لأن مستوى النجم الساحلي مش بالمستوى اللي هو يخض أو يخليك تأدي المباراة بالشكل ده. النجم الساحلي كان بعيد تماما عن مستواه في غياب خمس لعيبة أساسية. هو الشيخاوي، ياسين الشيخاوي، شكرا، مفيش حاجة تاني. وشوية جماهير بتشجع كده، مفيش حاجة تاني.